أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم الرحمن الكريم المنان القائل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة قوة ومدد، تحيي بها الروح والجسد، فلا يقدر بها علينا أحد، وتحفظنا بها من الشر والسحر والعين والحسد، ولا تكلنا بها إلى أحد. بحق قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام أحييكم، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلاً بحضراتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ومع فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. ويحضر معنا هذا اللقاء كوكبة من قيادات وزارة الأوقاف بمديرية أوقاف القاهرة، معنا الأستاذ الدكتور محمود خليل والدكتور سعيد حامد، ومعنا فضيلة الشيخ أحمد قاعود مدير إدارة أوقاف وسط القاهرة. ويشرفنا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة السابق بجامعة الأزهر، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ويدور الحديث في هذه الليلة تحت عنوان الكتاب خير صديق. ونبدأ الحديث مع فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، فليتفضل سيادته مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا حمداً نكتب به عندك من أهل المزيد. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، الذي منَّ الله به علينا
فعلمنا الكتاب والحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا به عظيما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم وتكرَّم عليه حق قدره ومقداره العظيم، وارض اللهم عن آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأخيار الميامين، وارحم اللهم من جاء بعدهم، واشملنا اللهم معهم برحمتك، آمين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم جميعاً ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية مباركة في ساح طيبة مباركة، مع وجوه ندية متوضئة عابدة تقية صالحة، نعيش هذه الدقائق التي أنعم الله عز وجل بها علينا، فهي التي تبقى لنا من أعمارنا التي نقطعها يميناً وشمالاً. لا يبقى لنا إلا هذا المجلس، مجلس العلم ومجلس القراءة ومجلس التعلم. واسمحوا لي في البداية أن أسجي تحية وسلاما لسيدي أبي عبد الله الحسين صاحب هذا المقام الذي نحن في ضيافته، رضي الله عنه وأرضاه. كما اسمحوا لي أن أسجي تحية لمن رتب لنا هذا اللقاء، معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الذي أتاح لنا الفرصة أن نجلس إلى حضراتكم وأن نسعد بصحبتكم. وأقدم شكراً جزيلاً للسادة الأفاضل العلماء الأجلاء من وزارة الأوقاف، وعلى رأسهم إمامي المسجد والسادة الأفاضل العلماء، كما أسجي تحية خاصة للشيخ الجليل والعالم الكبير فضيلة الأستاذ الشيخ خالد الجندي، الذي أبى أن أتحدث قبله وآثرني بالحديث. وهذا ما نعرفه من أدب وأخلاق وتواضع أهل العلم والفضل. أيها الأحبة الأكارم، العنوان الكتاب خير صديق، مقولة موجزة صادقة ومعبرة، يعرفها أمثالي وأمثال حضراتكم ممن شابت رؤوسهم وانحنت ظهورهم وهم لا يفارقون الكتاب. تقريبا نحن نقرأ طيلة الوقت بدون أي مبالغة أو تهويل، نحن نقرأ كل الوقت طيلة الوقت، إما في عمل أيا كان هذا العمل، ثم بعد ذلك أوقات فراغنا، إن صحت تسميتها بأوقات فراغ، أننا نمسك بالكتاب. ولقد دخل في حياتنا إلى جانب الكتاب الورقي الذي كنا نتجشم إليه المتاعب دفعاً ليعني الأساسي من ميزانياتنا وميزانيات بيوتنا، ولا أقول بالفائض، لنشتري الكتب ولنقرأ فيها ولنتعلم منها. دلفت إلينا الآن الكتب الإلكترونية، أنت تستطيع أن تقرأ
أي كتاب في أي وقت شئت بلعب بسيط بأصبعيك على هاتفك المحمول، تستطيع أن تستجلب أي كتاب وأن تدخل أي مكتبة وأن تقرأ أي كتاب يخطر ببالك. الكتاب خير صديق لأنه المعلم الحقيقي والمعلم المستمر. ودعوني أصوب المعلم الحقيقي لمن طلب العلم في سبيله المعروف، لكن الذي يحاول أن يتعلم مباشرة دون السبيل المعروف والطريق المعهود لتلقي وطلب العلم، الكتاب لا ينفعه كثيرا ولا يفيده كثيرا، بل ربما يكون الكتاب وبالا عليه. الكتاب لمن تعلم كيف يقرأ في الكتاب، الكتاب لمن طلب العلم على أيدي العلماء المتخصصين الفاهمين الراسخين الذين يأخذون بأيدي تلاميذهم إلى الطريق الصحيح للإفادة والاستفادة من الكتاب. حينئذ الكتاب يصبح خير صديق، يصبح خير صديق وخير جليس. نعم، الكتاب مصدر للمعلومات، وقصة الكتاب قصة طويلة عريضة متسعة. ذكر الكتاب علما في القرآن الكريم ما يتجاوز 160 مرة، وهو علم على الكتاب النازل من السماء في أغلب هذه المواضع، إما إشارة إلى القرآن الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ويعلمهم الكتاب والحكمة، وهلم جرا بقية الآي التي يذكر فيها الكتاب علما على القرآن الكريم، ثم هو يذكر علما على الكتب النازلة من السماء، على التوراة، على الإنجيل، على الكتب التي نزلت على الأنبياء، ويسمي أصحابها أنهم أهل كتاب، أهل معرفة ودراية وعلم وحكمة بما ينطوي عليه ذلكم الكتاب الذي خصهم الله به. فالكتاب لذكره مساحة في القرآن الكريم. يبقى اهتمام نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم بالكتاب وبالكتابة. الكتاب هو مستودع العلم، الكتب خزائن العلوم. من أراد أن يحصل العلوم فعليه بالكتب، ولذا نحن أول أمر لامس مسامع الأرض من هدي السماء الآيات التي تليت علينا في صلاة العشاء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ. والقراءة أول طريق نسلكه إلى الكتاب، ثم تأتي الكتابة التي أشار إليها ربنا في مطلع سورة القلم: نون والقلم وما يسطرون. الكتاب
كنز لا يعرف قيمته إلا أهله وإلا أصحابه. والكتب أكثر من أن تحصى، والعلوم أكثر من أن يحيط بها الإحصاء والعد والحصر. ويبقى لكل علم كتابه، ولكل تخصص مظانه ومصادره، كما نسميها نحن في البحث العلمي المصادر والمراجع التي يستقى منها العلم وتستقى منها المعلومات. القراءة أقرب وأسهل وسيلة لأن ترقي من نفسك. القراءة أيسر وسيلة وأقرب وسيلة وأسهل وسيلة لأن ترتقي. نعم، أن تقرأ وأن تقرأ، وألا تمل أن تقرأ. لكن ينبغي مع هذا النهم، مع هذا التعطش، مع هذا الحرص، مع هذه الأهمية لأن تقرأ ولأن نقرأ، لابد وأن نمنهج، إن صحت العبارة، قراءتنا. لابد وأن تكون قراءة منهجية، قراءة مقصودة، قراءة يترتب عليها الفائدة المرجوة. أولا، مطلق القراءة محمود. مطلق القراءة يعني أن تقرأ، هذا محمود، وأن تتعلم هذا محمود، وأن تعرف شيئا عن كل شيء، هذه الثقافة التي تجمعها. لكن يبقى لأهل التخصص أن يتبحروا في ميدان واحد، في مجال واحد. إن كانت الثقافة أن تعرف شيئا عن كل شيء، فالتخصص أن تعرف كل شيء عن شيء. وهذا الميدان له فرسانه ورواده، وبلادنا مليئة بهم في كل صنوف العلم وفي كل دروب المعرفة. إن كنا نسميها شرعية، وهذه الشرعية قل فيها عربية، لغوية، أصولية، في مجالاتها المتعددة، في علومها الكثيرة المعروفة، علم التفسير وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم الجرح والتعديل وعلم الرجال، وكل علم فيه من الفروع ما فيه. أن تقرأ وأن تعرف وأن تحيط وأن تطلع، هذا شيء محمود. لكن هنا ينبغي أن يكون لك منهج. تحضرني مقولة للأستاذ العقاد يقول: أن تقرأ كتابا واحدا 3 مرات خير من أن تقرأ 3 كتب. هذا هو المنهج، هذه هي المنهجية. بمعنى أنك إن وقع في يدك كتاب، أو بحثت أنت عن كتاب، أو دلك العالم والشيخ والمتخصص على كتاب ففزت به وحصلته، اجلس معه، اقرأه، واقرأ قراءة متأنية. حاول أن تفهم ما تقرأ، حاول أن تستوعب ما تقرأ، حاول أن تستر ما تحصل في نفسك في أوراق أو في دفتر. قديما قالوا: العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة
ثم تتركها وسط الخلائق طالقة. أقرأ، أسجل، أستوعب، ومن هنا يأتي العلم. قديما قالوا احفظ تقل، فإنما الكلام من الكلام. لابد وأن أسجل ما أقرأ، أرتب ما أقرأ، أفهم ما أقرأ، أستوعب ما أقرأ، حينئذ ينطبق علي ما قاله الإمام الشافعي: علمي معي حيثما يممت ينفعني، عقلي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذه القراءة المنهجية يعني استيعاب، يعني معرفة، يعني حفظ، يعني علم، يعني ذاتية. أصبحت متعلما، تتبحر وتتبحر وتتبحر، تصبح عالما. بهذا تنفعنا القراءة، بهذا نفيد من القراءة. القراءة في الحقيقة ينبغي أن تتاح لنا جميعا، وأنا أقول تتاح، لا نستغني عن المكتبة في بيوتنا. المكتبات في بيوتنا ليست ترفا، المكتبة أن يكون عندك بعض الكتب التي تحوي المعلومات الضرورية التي تحتاج إليها في دينك أو في عملك، يعني في عبادتك وثقافتك ومعرفتك الدينية، بعد استشارة العلماء المتخصصين في نوعية الكتاب الذي تحصله وتشتريه وتقرأه وتقتنيه. لأن الكتب كالطعام، فيها النافع المفيد، وفيها للأسف الشديد غير النافع وغير المفيد. القارئ لأول وهلة لا يحسن التفريق بين المفيد وغير المفيد، هذا يكون عن طريق من؟ عن طريق السادة العلماء. فيما أقرأ هنا، وماذا أقرأ في هذا، وكيف أحصل هذا، وما الكتاب الذي أبدأ به، وما الكتاب الذي أنتهي به، وما الكتاب الذي أقرأه أنا، وما الكتاب الذي يقرأه أولادي. هنا نحن نتكلم عن القراءة، قراءة الهواية، قراءة الهواة. أما قراءة التخصص، قراءة التعلم، دي كلنا احنا عارفينها. اسأل أولادنا في الثانوية العامة، عارفين هما بيقروا ايه وبيقروا ازاي وبيذاكروا فين وبيعملوا ايه وبيحفظوا الكتب ازاي. اسأل أولادنا في الجامعات الذين يحصلون الكتب ويستذكرونها، هذا معروف. أنا هنا لا أتكلم عن هذا، لأن احنا كلنا نحسن هذا، لأنه لا سبيل لنا إلى أن نحصل شهاداتنا ويعني وأن نترقى في مراتبنا إلا بهذه الطريق. هذا ليس موضع الحديث، موضع الحديث قراءة الهواة. وأنت في بيتك ماذا تقرأ؟ ماذا يقرأ أولادك؟ ماذا تقرأ معهم؟ هل جربنا ذلك؟ هل إحنا فكرنا في الطريقة دي؟ لا تقرأ منفردا، ولكن اقرأ مع أولادك، اقرأ مع زوجتك، تعال يا أم فلان نقرأ هذا الكتاب، أنا أقرأ وأنت تسمعي، وهي تقرأ وأنت تسمع، يشترك معكم أولادكم. وهنا لا أحدد كتابا، سواء ورقيا أو إلكترونيا، المهم أن يكون كتابا، وأن يكون كتابا من الكتب التي أشرنا إليها قبل قليل، كتابا موثوقا، كتابا دللت عليه وأمرت به من أهل الثقة والاختصاص. هذه القراءة المنهجية قراءة مفيدة، معلوماتها لا تذهب من الأذهان، صدقني
أنا أذكر لكم تجربة صنعتها أنا وزملائي وكنا طلابا في المدينة الجامعية، وهذه التي قومت ألسنتنا. تخرجنا في الثانوية الأزهرية، ذهبنا إلى الجامعة، جمعتنا يعني المعيشة في المدينة الجامعية. كان إلى جانب حرصنا على استذكار المذكرات والمحاضرات والكتب الدراسية، كنا نأتي بكتاب يدلنا عليه أساتذتنا ونقرأ فيه قراءة مسموعة لزملائنا، اثنين ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل، نجلس يقرأ أحدنا، وكلنا ساعتها ونحن في بداية الطلب كلنا كنا نقادا. هذا رفع، هنا رفع، هنا نصب، هنا أخطأ، هنا زاد، هنا نقص، هنا لحن. يقف بعضنا لبعضنا على كل لفظة وعلى كل يعني مقروء. هذا جعلنا أولا نقوم ألسنتنا، عندما أتكلم أعرف القواعد، وإن لم أستحضرها لكن هناك تقويم. اللسان أصبح عنده القدرة على النطق الصواب. الملكة، فتح الله عليك، الملكة هذه تأتي بالممارسة، وكان لها في الحقيقة تأثير بالغ علينا، أفدت أنا منها كما أفاد زملائي. الحديث عن القراءة حديث شيق كالقراءة لا يمل. وفي الجعبة الكثير عن القراءة وفضل القراءة ومنزلة القراءة وأهمية القراءة، لكن لا أطيل أكثر من هذا. فشيخنا الجليل في جعبته الكثير والكثير سيمتعنا ويحدثنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا علم ما لم نعلم. اللهم آمين آمين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. شكراً لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين على هذه الكلمة الطيبة والتي طوف بنا فيها حول أهمية الكتاب في حياتنا. فالكتب كما أشار فضيلته هي خزائن العلوم، ولا غنى لطالب العلم عن شيخ يجالسه وكتاب يطالعه. والآن نعيش مع فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يحدثنا تحت عنوان الكتاب خير صديق، فليتفضل سيادته مشكورا منا مأجورا من الله عز وجل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه هو الملك المعبود الغفور الودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، الذي قامت السماوات والأرض بأمره، والذي جرت الحياة بما فيها بقضائه وقدره، الذي أنشأنا جميعا في الأرض نسما، الذي استعمرنا فيها أجيالا وأمما، الذي قسم بيننا الرزق والقوت، فسبحان الذي له البقاء والثبوت وهو الحي الذي لا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الكبرياء والملكوت، يحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، بيده الأمر والنهي، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا به. وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وقائدنا وحجتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اقتفى أثره بإيمان وإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أظلتكم الملائكة بأجنحتها، وذكركم الله في من عنده، وتنزلت عليكم السكينة، وسكب عليكم من أبواب المغفرة. هذا مجلس علم في قضية شديدة الأهمية، وسوف أذكر لك السبب الآن. ولكن قبل أن أتطرق إلى الموضوع، وكما اعتدنا نتقدم بالشكر لله عز وجل ثم لمن كان السبب في هذا الملتقى وهذا الجمع، فلقوله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. شكر الله لوزيرنا الهمام الأستاذ الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، على حرصه على عودة المساجد إلى سابق عهدها منارة للعلم وقبلة لقصاد بيت الله تبارك وتعالى، وهذه نعمة كبيرة، نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء. ثم الشكر موصول للسادة العلماء ولكم، وأخص هذا الحبر المبارك الذي تكلم قبلي فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، أعافاه الله وأكرمه الله وأطلق الله لسانه بالخير والبركة، ورأيتم كيف تخرج كلمات اللغة سلسة رقراقة طيبة طازجة من لسانه الرطب. والحقيقة هذا يرجع إلى نبرة إخلاص نلمحها في ثنايا كلامي ولفظي، فجزاه الله خير الجزاء كما جزى مقدمي فضيلة الإمام على هذه التكرمة وعلى تكرمه علينا بهذه الكلمات. نلج الآن إلى الموضوع. أولا، مسألة الكتاب خير صديق، العنوان هذا يلفت النظر. إيه ده؟ الكتاب خير صديق ليه؟ التوقيت بتاع التوقيت الذي قيل فيها هذا العنوان هو في زمننا الذي اختلت فيه موازين الصداقة، أعتقد أنكم توافقونني على هذا. فالصديق الآن أصبح عملة نادرة، فصديقك الصديق هذه جاءت من ماذا؟ من الصدق. الصدق يعني عدم المخادعة والمخاتلة والكذب وعدم الغدر ولا الخيانة ولا أين هو ذلك؟ يعني أنت تقرأ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، شوف التكرمة التي أخذها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا المولى بقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه، إيه الصاحب العظيم ده اللي كان معاه؟ إذ يقول لصاحبه، يعني أنت فاهم الإضافة؟ إضافة لمين؟ إضافة لرسول الله. يعني ما أي فضل أخذها؟ قل هذا صاحب، بيقول ليوسف، يوسف عليه السلام بيقول الاثنين اللي معاه في السجن: يا صاحبي السجن. ده مضمار اسم الصحبة، إن علت الصحبة أصبحت صداقة، فارتقى الصاحب اللي هو بتاع إذ يقول لصاحبه إلى رتبة الصديق، فقيل أبا بكر الصديق أعلى من الصحبية. يبقى في حاجة، الصداقة دي لها منزلة أعلى من الصحبية، أعلى من المصاحبة. الصديق هو من صدقك. الصديق، اسمع يا سيدي، مش حتتعجب، ها، تعرف ان الصديق الصالح، لو اخترت صديق صالح هيكون شفيعك يوم القيامة. وحد الله لا إله إلا الله في سورة الشعراء: فما لهم من شافعين ولا صديق. ايه الله، هو الصديق الحميم هيعمل ايه؟ يشفع لك بين يدي الله عز وجل. يعني نقي صديق يتقي الله، له علاقة بالله، لانه هينفعك. سيبك من الدنيا، سيبك من امور الدنيا، انت نقي ليك شفيع باختصار شديد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا اصل الشفاعة مش محصورة على النبي بس، يمكن انا نسيت اقول لك الكلام ده، لا، في شافعين كتار. المولى بيقول: فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، شفاعة الشافعين. خد بالك اللام شمسية، انا عارف، خد بالك. فيومئذ لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني ايه؟ يعني ما ينفعش
انك تلخبط في اصدقائك، لانه مش هينفعك يوم القيامة، مش هتقول له كرامة على عند الله. الصديق سيقف بين يدي الله يقول يا رب كان يذكرني بك، كان يذكرني معك، كان يأخذ بيدي إليك، كان يدعوني إلى الخير، كان يأمرني بالمعروف، كان ينهاني عن المنكر. الله، هو ده الصديق اللي هيجي لك يوم القيامة ياخد بإيدك يقول له خذ بيدي صديقك وادخل به الجنة. فعاوز ايه؟ لازم تنقي الصديق، لازم تختار الصديق، لازم تستنضف الصديق، باللغة البلدي تستنضف الصديق. تختار واحد يقول لك صديقك أو خير إخوانك من دلك على الله حاله وذكرك بالله مقاله. لازم يأخذ لابد أن يأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى. المولى يمكن أشار لهذا المعنى في سورة الكهف، قال لك نقي أصحابك، يعني قال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربه بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قد بعد عن ذكرنا. اثنين، واتبع هواه. ثلاثة، وكان أمره فرطة. لو لقيت واحد مفرط، شوف اللفظ القرآني، وكان أمره فرطة، لقيت واحد مفرط ابعد عنه، انفد بجلدك، لأنه هذا العبد أو هذا الشخص سيجرك إلى جهنم، سيجرك إلى الخسران في الدنيا والآخرة. لذلك أنا بيعجبني قوي لما تجد أن القرآن بيذكر أصحاب الكهف ما كانوش إخوات. أنت فاكر أصحاب الكهف دول كانوا إخوات ولا أولاد خالة ولا أولاد عمة؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وصلوا البعض لإيه؟ كان أحمد ابن حنبل، سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل بيقول لابنه كلمة عجيبة جدا، كلمة عجيبة والله العظيم من أعجب ما قرأته من وصايا أب لولده. بيقول له يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم. والله العظيم حد معاه ميزان جواهرجي، ده كلام يتوزن بكلام الجواهر، ده كلام يتوزن بالميزان بتاع الصاغة، ده الحساس، ده كلام يتوزن بميزان الذهب. يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، وإياك والفاسدين فتحسب عليهم وإن لم تكن من أهلهم. فالابن رد عليه اللي هو عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، هو اللي بيروي الخبر بنفسه، بيقول له يا أبي وكيف أحسب عليهم وكيف أنسب إلى من لم أعمل عملهم اللي هم الصالحين. قال له ويحك ويحك يا عبد الله، ألم ترى أن كلبا، ألم ترى إيه؟ أن كلبا صحب فتية مؤمنين فذكر في كتاب الله إلى يوم الدين. مش معقول بيجيبوا الكلام ده منين يا اخواننا؟ ما توحدوا الله تقولوا لا اله الا الله. حته كلب، حته كلب كل مؤهلاته انه مشي مع ناس محترمه. انا بقولها لكم بالبلدي كده، كلب مشي مع ناس محترمه اللي هو الكلب بتاع اصحاب الكهف، فذكر في سوره الكهف لوحدها 5 مرات، في ايه منهم في السوره ذكر 3 مرات يا شيخ نجيب، 3 مرات. سيقولون 3 ويقولون 5 رجما بالغيب ويقولون 7. اهو تخيل 3 مرات في آية، 3 مرات، 3 مرات، 3 مرات اتذكر عشان مشي مع ناس طيبين. فما بالك بالإنسان. وشوف القرآن ودقة القرآن عند رقم 8 يروح قال ايه؟ وسى منهم، يروح حاطط واو اسمها واو الثمانية، بتوع اللغة عارفينها دي، حاجة حكاية، إعجاز قرآن. فالمهم ارجع معانا وشوف العظمة بتاعت القرآن. فالصاحب ساحب، وإحنا كل مشكلتنا إنه المعاصي لا تصدر إلا عن تشجيع مجاميع أو أن يكون لك قدوة في المعصية. علشان كده لو أنت فكر سيدنا لوط كانت مشكلته إيه؟ انه مش شايف راجل في القرية بحاله، راجل
والله يا أخي أنا كل ما افتكر قصة لوط أقول لا إله إلا الله، ما أصبره، ما أحلمه، ما أعلى همته. ده كلام عجيب، إزاي قدر عليه السلام يتحمل الوباء ده؟ ما فيش راجل عدل. بيقول لهم أليس منكم رجل إيه؟ واحد رجل، كانش طمعان في أكثر من واحد. أهو كان الإمام الشافعي يقول وما أكثر الأصحاب حين تعدهم ولكنه في النائبات قليل. صحيح مسألة، فالصاحب دي مهمة قوي. وكان العقاد يقول أنا من مش العقاد، هو العقاد نقلها عن حد يعني، يقول لك أنا من بدل بالصحب الكتابة لم أجد لي صاحبا إلا كتابة. بعض الناس لما عجز عن أنه يبحث عن صديق أو يلقى صديق قال لك يا عم خلينا في الكتاب. ماله الكتاب؟ الكتاب ده صديقك الحي. في مرة في المرات خدوا بالكم، أنا عندي مكتبة كده فضلة خيركم الحمد لله فيها الرصيد حياتي من الكتب، حياتي كلها ثروتي كلها كتب بفضل الله. فأنا حاطط كتبي دي بالنسبة لي أهم جزء عندي في البيت. فقاعد كده أنا عندي ثلاث بنات، مخلف ثلاث بنات، فواحد صديق الحمد لله رب العالمين يخلي لكم ولادكم ويبارك في زراريكم. حلوة زراريكم دي يا دكتور متاني، قوية جدا الحياة. ما توحدوا الله ما الله. اللهم صل على الحبيب المحبوب عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة يا زراريكم ليه؟ أيوة تجمع هكذا، لأنه جمع سماعي ليس قياسي. هذا الجمع جمع تكسير سماعي أخذ من كلمة ذرية وجاءت في آل عمران، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وفي قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. إيه يا شيخ عبد العزيز جرى إيه؟ أيوة كده فتح الله عليك. في سورة غافر ماشي الحال، الذين يحملون العرش ومن حوله. مشكلة ما تتكلم قدام شيوخ دي والله بتبقى ورطة. اللهم أعنا عليه، قولوا أمين. الله يبارك لنا في عمركم وفي صحتكم، والله تعلمنا منكم الكثير. نعم إنك أنت السميع العليم. المهم فصاحبي ده دخل قال لي أنت عندك أولاد؟ قلت له آه عندي ثلاث بنات. قال لي لا حول ولا قوة. قلت له إيه يا عم الحاج؟ أنت جاي تهني ولا جاي تعزي؟ في إيه يا عم الحاج؟ قال لي لا يعني ربنا عوض عليك بولد يشيل اسمك. قلت له ولد يشيل اسمي؟ قال لي اه والله العظيم زي ما بقول لك كده. اتغاظت جدا منه، والشيوخ لما بتتغاظ اجارك الله ما بيضربوش، انما لسانهم بقى في ايه. فرحت سايب القلم من ايدي كده ومن قام مع المكتب، قلت له قوم معايا. وقفت قدام الكتب قلت له ده مين؟ تفسير مين ده؟ قال لي ده قرطبي. عارفه؟ قال لي طبعا. قلت له ده ابن كثير، وده نسفي، وده الزمخشري، وده الالوسي، وده فخر الدين الرازي. عارفهم؟ قال لي طبعا عارفهم. قلت له عارف ولادهم؟ قال لي لا لا. قلت له لا ليه؟ قال لي لا انا عارف دول بس. قلت له عرفتهم منين؟ قال لي من علمهم. قلت له هكذا اذا اراد الله منقبه لاحد رفعه في لواء العلم الى يوم الدين. هؤلاء العلماء اللي سجلت أساميهم دول على المجلدات التي نفعتنا، ما نجعوا بولادهم، خلفوا مين ما خلفوش مين، ما كانوش بيخلفوا، أمور تخصهم. إنما من الذي أعلى ذكرهم؟ رب العالمين بعلمهم سبحانه وتعالى. هذا العلم، العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والكرم. يعوض ربنا، إيه فايدة الجهل؟ لذلك أنا عاوز أقول لك حاجة، هقول لكم على حاجة بقى. ده خلاص خلصنا كلمة صديق دي وحولنا حولها شوية. أنا عاوزك بقى نفكر مع بعض كده، بس ركز معايا. أنتوا بتقرأوا القرآن ولا لأ؟ تقرأوا القرآن؟ وحدوا الله. في كلمات كده تحس إن ربنا بيحبها. متهيألي اللي بيحب حد، متهيألي بيقعد يتحسس، ما قلتش يتجسس، يتحسس الألفاظ اللي بيحبها علشان يقولها كتير لأنه بيحبها. فلو عرفت إن أبوك بيحب إنك تصلي على النبي ليل ونهار وأنت معدي، صلي على الحبيب وأنت معدي قدام أبوك. صح؟ أي والله رايح جاي بتقعد تصلي على النبي، صلي على النبي، خلاص أبوك بيحب الكلمة دي.
وكل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين. اللهم صل على الحبيب، صل على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك عليه. في كلام احنا بنحبه، وعشان كده الباعة الجائلين عندنا في الحتة كانوا بيقولوا كلام أهل الحي بيحبوه، فننزل نشتري بتاع الفول، يقول ايه يا منجي، والله العظيم يا منجي، الكلمة بتطرق ما تمام يا منجي. شوف تخيل، واللي يقول لك ايه يا لطيف، واللي يقول ايه صلي على الحبيب، خلاص نعرف ان ده بيبيع كذا، وده كل بياع منهم اتعرف بذكر لله معين، حتى صاحب القهوة اللي جنبينا ورب الكعبة يا شيخ عبد العزيز، صاحب القهوة كان يقول ايه هاتها جمايل يا رب. حتى صاحب القهوة، حتى صاحب القهوة، ابويا كان يوميا يقول لك ايه اصبحت لله ضيفا وضيف الله لا يضام. جارنا كنت بسمعه يقول لك ايه الله لطيف الله لطيف ومحمد شريف وانا عبد ضعيف، ولن يضيع الضعيف بين اللطيف والشريف. شوفوا الثقه وشوفوا الكلام الحلو. ففي كلام لازم تاخد بالك منه قوي. فالقران في كلام لو انت قعدت تقرا القران بتركيز هتلقى ربنا في كلمات بيقولها اكتر من غيرها، او بيسمي بيها حاجات كتيره، او تحس ان الكلمه اتحطت كده لان ربنا يحبها. يعني مثلا كلمه ايه الاكل، ربنا بيحب الكلمه دي قوي، يحب الناس اللي بتاكل الناس. لو ربنا لقاك بتاكل غيرك ربنا بيحبك. الكلام ده في القران على فكره، والله بيحب كده. عشان كده يقول لك ايه ويطعمون الايه، ما ايه يطعمون الطعام، هو هيطعمون التراب، انا عاوز افهم يعني، هو هيطعمون ايه الخشب، هيطعمون الزجاج، ما هو لازم يطعمون الطعام. كان ممكن القران يقول ويطعمون المسكين واليتيم والاسير، خلاص وادت المعنى. انما قال ويطعمون الطعام، بص الطعام، كان ربنا بيحب اللفظه، اللفظة الله يحبها، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إلى آخر الآية. الله، يبقى الكلمة ربنا بيحبها لدرجة إنه خلاها لغة تداول للمال. إذا حصل أي خلل في المال قال لك خد بالك أنت بتاكل غلط، أنت بتاكل حاجة مش كويسة. يقول لك إيه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى، وأنا همسك أموال اليتامى أحطها بقي أكلها؟ ولا حطها في البنك؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، ها؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ها؟ ويقول لك خدت بالك؟ يقول لك مثلا إيه؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه، كلوا إيه؟ آخذ المهر بتاع الزوجة، أكله؟ أكله إزاي؟ أي بمؤداه، أي بثمنه، أي بقيمته. إنما الكلمة ربنا سبحانه وتعالى بيحب لفظ الأكل ولفظ الطعام. أهدي من الألفاظ اللي القرآن بيحبها، برضو من الألفاظ اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى جل وعلا لفظ كتاب. أيوة، جينا على الموضوع أهو، احنا قلنا صديق وقيمة الصديق، دلوقتي هنتكلم كلمة كتاب. كتاب دي كلمة ربنا بيحبها، تصور لدرجة ان ربنا سمى بيها كل حاجة، ربنا سمى كل حاجة باسم كتاب. وانتوا هتشتغلوا معايا بالصلاة على النبي، جاهزين يا رجالة؟ على بركة الله. ربنا سبحانه وتعالى يسمي القرآن، القرآن فيه أغلى منه، فيه أشرف منه، ما فيش. يقول أول ما تلقى سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الإيه؟ أهو أولها ذلك الكتاب. يا سلام على القرآن وحلاوة القرآن، دي نعمة وعظمة، بيحب بدليل تكريمه، تكريم القرآن بهذا اللفظ. عدة المرأة يسميها كتاب، العلاقة الزوجية عدة المرأة، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الأجل. فسمى، يا خبر أبيض، ما توحد الله مال، يسمي عدة المرأة كتاب، ويسمي الصلاة كتاب، الصلاة كمان كتاب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. الله الله الله، لا لا لا، يبقى الكلمة بيحبها.
معلش بقى، يبقى الكلمة دي ربنا بيحبها، ألف لام ميم ذلك الكتاب، والصلاة يسميها كتاب، وعدة المرأة يسميها كتاب. في تاني، في إيه تاني؟ الأجل. عمرك سماه كتاب؟ قال لي كل أجل أهو، تفضل يا عم، حتى عمرك سماه كتاب. وخلصت القصة؟ لا، عملك أجلك كتاب، عملك كتاب. فين عملك دي؟ ونخرج له يوم القيامة يلقاه اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك. يبقى هو العمل كتاب، والقرآن كتاب، والتوراة والإنجيل والزبور وكتب المتقد كتاب. وسمهم زي ما قال سيدنا الدكتور أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، مش كده ولا ايه؟ سماه كتاب. اللوح المحفوظ سماه كتاب. ايه رأي حضرتك؟ ما في حاجة، حتى الرسائل بتاعة الأنبياء سميت كتاب. سيدنا سليمان بيقول للهدهد اذهب ايه؟ بكتاب، يعني رسالتي. فاللفظ لفظ يحبه الله. ليه؟ لأن المولى سبحانه وتعالى شاءت إرادته قانون اسمه قانون السببية. قانون السببية ده يا مولانا، قانون السببية إن كل شيء له سبب. ربنا جعل أدوات الكتابة سبب لوجود الكون. فلو واحد سألك، لو واحد سألك إيه أول المواد أو المخلوقات، المخلوقات التي خلقها الله عز وجل في الوجود، في الوجود بأكمله، الجواب هو القلم. أول ما خلق الله القلم. لاحظ العلاقة ما بين الكتب والصفحات والسطور والكلمات. أول شيء ربنا خلقه هو القلم. القلم قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل كائن إلى يوم الدين. فجار القلم بمقادير الخلق. عشان كده أنت بتسمع الحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول إيه؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، كناية عن انتهاء المقدور أو انتهاء المشيئة الإلهية أو انتهاء التصاريف الإلهية حيث إرادة الله عز وجل. آدي القلم، ويجي على الصفحات يكتب فيها ما شاء رب العالمين، ويديك معلومة إنه طالما الصفحات عنده داخل الكتاب اللي عنده فهي قابلة للمحو والتعديل. اتشطر انت بس واطلب منه وعنه يعدلها لك. قال لك ايه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده ايه؟ ام الكتاب. فابن كثير اثبت لله ثلاث انواع من الكتب، ثلاث انواع من الايه؟ ما توحدوا الله، ثلاث انواع من الكتب، ثلاث انواع من الايه؟ ايوه كده، نركز مع بعض. الكتاب الأولاني لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما حدش يقدر يطلع عليه خالص. اسمه إيه ده؟ اسمه أم الكتاب. فربنا بيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت. فين؟ في اللوح المحفوظ. يعني هل اللي في اللوح المحفوظ من الممكن أن يتغير؟ نعم يتغير. لفين؟ لإرادة إلهية أخرى. والإرادة الإلهية الأخرى دي مين يغيرها؟ رب العالمين. وإمتى القدر يتغير؟ بدعاء الصالحين. وحد الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. شو بقى فايدة العلم؟ مهمة جدا أنك تبقى عارف إزاي تخرج من المآزق. عندك مأزق، عندك ضائقة، معاشك قليل، الحياة غالية، الدنيا فيها مشاكل، ادعي يا أخي. مش يمكن أنا وإنت اللي مقصرين؟ ما هو بص اسمع، سيبوا بتوع الاقتصاد يحلوا، سيبوا بتوع السياسة يفكروا، سيبوا بتوع المال يتكتكوا. احنا ورانا شغل، احنا كمان احنا قاعدين نتفرج، احنا ورانا دعاء. ده انت ملكش لازمة اصلا لو ما دعيتش. قل ما يعبأ بكم ربي لولا ايه؟ ما فيش دعاء لولا دعائكم. ادعي ادعي، جرب جرب. يجي واحد مريض يقول لي يا مولانا انا مريض وتعبان، أقول له إن شاء الله، طب ادعي بس. يقول لي والله رحت للدكتور فلان الفلان، سمعت عنه؟ أيوة يا سيدي، ورحت على محل كذا وكذا، دعيت؟ يقول لي يا مولانا ده أنا هقول لك أهو، ده أنا سافرت برا عملت أشعة بالرنين. ورغي ودي يقعد نص ساعة يحكي لي عن أشعة الرنين.
اسكت كده اقول له ودعيت؟ يقول لي يا عم انا بحكي لك اهو. وتخيل لحضرتك، اقول له طيب بعد ما اضغط عليه دعيت 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 دعيت؟ يقول لي اي والله بدعي، وانا ببطل دعاء حسب اللغوه بتاعتك. اه والله بدعي. في ناس كده اه والله بدعي، تحس انه بيحاصرك تقول له ادعي يقول لي والله بدعي. طب صلي يقول لي والمصحف بصلي. تصدق يقول لي والنبي ما حد بيتصدق قدي. الله، حاجه غريبه قوي. يعني عشان خاطري افهموا اللي هقوله ده، لما ربنا بيبتليك ببلوى، البلوى دي انا هسميها لكم اسم تاني اول مره هتسمعه في حياتك، والله العظيم هتندهش من هذا التحليل القدري العجيب اللي هتسمعه. اول ما يحصل بلوى لا قدر الله، اعرف ان في مزاد اتفتح. مزاد، والله الذي لا اله غيره يا شيخ عبد العزيز، مزاد واتفتح. يعني ايه؟ يعني بتصلي ركعتين والهم ما تشالش، خليهم اربعه. الظهر السعر بتاع البلوة ما كفاش فيه ركعتين، بصلي أربعة خليهم ستة، خليهم ستة، بتصلي ستة خليهم تمانية. بتقعد تدعي قد ايه؟ قلت الراجل دوت اللي عمال يشكي، قلت انت تدعي قد ايه؟ قال لي لا بدي على طول، يعني ما حسبتهاش. قلت له لو انت بصيت ايام الرنين المغناطيسي خدت فيها 7 ايام، ايام علاجك في اوروبا خدت فيها 15 يوم، ايام كشفك والدكاتره راح جاي خدت فيها 3 4 ايام، انما تيجي على الدعاء ما كملتش 3 دقائق، وهي الشغل كله في الدعاء، الشغل كله في الدعاء، الشغل كله ما في. قل لي انا بس انا عاوز اسالكم سؤال يا اللي قاعدين سامعيني في هذا البيت المبارك، انا عاوزك تسمعني. ها، امتى الانبياء نجوا من الكوارث اللي كانوا فيه؟ بالدعاء. ها، تخيل انت اي موقف انت فيه لما تبقى قدام البحر وادي فرعون وجنوده جايين وراك في ظهرك، نسبة النجاة كم في الالف كم في المليار؟ لا توجد اي نسبة نجاة. انما قال كلا ان معي ربي سيهدين. الله، على طول انقلبت قوانين الله سبحانه وتعالى، انقلبت قوانين الله. بص احكي لكم حكاية، بس قسما بالله ما هحكيها لما توحدوا الله وتصلوا على حبيب الله. ملك من الملوك في ايام دول ما قبل القانون زمان عاوز يتسلى، راح دخل على واحد محكوم عليه بالاعدام، محكوم عليه بايه؟ هيتعدم تاني يوم الصبح. وراح له الملك، بص له كده قال له عاوز تنجو من القتل، انت هتتقتل بكره هتتعدم. قال له ايوه يا مولانا الملك. قال له الزنزانه اللي انت فيها دي فيها مخرج. قال له فيها مخرج؟ قال له اه. قال له فين هو؟ قال له ماليش دعوه، اكتشفه انت، اكتشفه، انا مالي، حسيبك الليله دي توجد المخرج، خرجت منه الف مبروك عليك انت عديت، ما عرفتش تخرج يعوض عليك ربنا، الصبح هتتذبح. والملك قال للجنود فكوا له الكلبشات اللي في ايديه، فكوا له القيود، فكوا له القيود، وخد الحرس معاه وقرب بعضهم ومشيوا. الراجل بقى ما عندوش وقت، ده هي ليله يا طابت يا راحت، قعد يحسس على الحجره بوم 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 بوم، كل حجر يخبط عليه عشان يخرج يشوف اي حاجه. الحيطان حيطان ايه حاجه يعني، الا حجر واحد لقى بيلق معاه. الله، قعد يعمل الحجر، جاب معاه شد الحجر، اتشد معاه لقى ايه؟ سرداب، حاجه يدوب كده زحف يعدي منه. قال لك يا من انت كريم يا رب. قعد يزحف 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 ممر طويل لحد ما خرج الناحيه الثانيه، التقى سلم، طلع السلم يطلع 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 لحد ما لقى نفسه جوه زنزانه ثانيه. لا حول ولا قوه الا بالله. قعد قال لك يمكن فيها حجر تاني، يدور في الحجر ده مفيش، فرجع تاني قعد يدور لقى جنب السلم في حجر متلخلخ، شد الحجر سرداب. قعد طول الليل يا مولانا يطلع في سلالم ويدخل في سراديب ويخرج من سراديب ويطلع في، انما ما عرفش يخرج نهائي. وجه الصبح وجوم الحراس خدوه علشان
يذبحوه. فالملك قاعد بقى شايفه كده بقى قال له مش قلت لك قدامك فرصة؟ قال له يا جلالة الملك انت كذبت علي. قال له ليه؟ قال له انت قلت لي لك مخرج. قال له والله كان في مخرج. قال له انا ذبحت بنفسي. قال له يا عبيط انا سبت باب الزنزانة مفتوح. ما توحد الله تقول لا اله الا الله. عمال يدور وباب الزنزانة مفتوح. فهمتوا القصة ولا اشرحها؟ بابنا مفتوح. انتوا اللي زانقين نفسيكم عمالين ندور يمين وشمال ويمين وشمال ويمين وشمال وسلالب وننزل وانفاق. يا ابني باب السماء ما بيتقفلش. باب السماء لا يغلق وصاحبه لا ينام. سيدة سكينة رضي الله عنها اخت سيدنا كانت تقول ايه؟ نامت اعين وسهرت في امور تكون او لا. فاطرد الهم عن النفس دائما فحملان الهموم. إن ربا كفاك بالأمس ما قد كان سيكفيك في غد ما قد يكون. مفرج الكربات هو الله، ميسر الأمور هو الله. دي فايدة العلم، إنك تبقى عارف العلم يدلك على إيه. إنك تدعي، ادعي، توجه إلى الله سبحانه وتعالى. في واحد يطلب ده، ما فيش نبي طلب حاجة منطقية. إيه رأيك بقى؟ بقى في واحد يقف قدام ربنا يقول له قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لي. ايه يا عم ايه ده؟ بيطلب من الملك، بيطلب من صاحب الخزائن. ما تتكلموا الكلام الصح. كنت في مره في الحج والله يا دكتور احيات المولى حاجه غريبه، ولقيت واحد بيقول لك ايه الله، واحد من بلدياتنا كده راجل الناس الطيبين، اللهم اغنني غنى فاحش. قلت له يا اخي غنى فاحش، اتعلم الادب مع الله يا اخي. قال لي انت مالك يا اخويا، انا طالب من بيت ابوك. الله، قلت والله، قلت والله معاه حق، هو طالب من بيت ابويا ما يغنيه. الله، الدعاء ده بقى واحد مسن، لا اسمع دي، واحد مسن ومراته عاقر. يا عم ده خلاص بقى يعني نسب الحمل والولادة، يا عم بقى ما تصلي على الحبيب. لا لا لا، مع ربنا ما فيش مستحيل. اطلب عشم وقوة وخلي قلبك حديد يا راجل. انت طالب من الغني، طالب من مين؟ ما سمعتش، طالب من مين؟ سبحانه وتعالى يحب ان يرى ثقتك فيه سبحانه وتعالى جل وعلا واضحة. علشان كده يعني قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر. يا خبر ابي عاقر كمان. ورزقه بسيدنا يحيى عليه السلام. انا مش فاهم واحد يسيب مراته وابنه الرضيع في صحراء، في صحراء، وبيقول وارزق اهله من الثمرات، وبيقول له يعني بيقول له يعني بيطلب ربنا ان ربنا يعني ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي. طالب اقامه مدينه وحضاره في هذا المكان الصحراء الذي لا نبت فيه ولا ماء. فخلي ثقتك في الله شديدة. فالمهم الكتاب ده أهم شيء. وخد بال حضرتك إن ربنا سبحانه وتعالى قد يمحو ما يشاء من هذا الكتاب الذي سجل عليك بما شاء. لأن هم ثلاث كتب، أم الكتاب، اللوح المحفوظ، موقع النجوم اللي هو فلا أقسم بمواقع النجوم اللي في سورة الواقعة اللي هي أماكن الغيب. كلام شرحه يطول لكن أكتفي بهذا القدر مذكرا إياكم بأهمية القراءة. علم ولدك القراءة، وعلم ولدك أن يكون الكتاب هو جليسه وأنيسه، وعلم ولدك كيف ينتقي من الكتب أحسنها، وينتقي من الكلام ما يفيد ولا يضيع وقته فيما لا يفيد. والمولى سبحانه وتعالى أمرك واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم سبحانه وتعالى جل وعلا أمر بذلك كما في سورة الزمر. فتأكدوا أنها نعمة من الله عز وجل أن رزقكم كتبا نافعات، وخير الكتب هو كتاب رب الأرض والسماوات. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أسأل الله العلي العظيم أن يخرجنا من الضيق إلى السعة. اللهم ارزقنا من لدنك رزقا واسعا أبدا.
اللهم لا تذلنا إلا إليك، اللهم لا تحوجنا إلا إليك، اللهم لا تخزنا بمرض ولا معصية ولا فقر ولا كفر ولا خوف ولا سؤال أحد من خلقك. اللهم اجعل الدنيا في أيادينا ولا تجعلها في قلوبنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ جيشنا، اللهم احفظ رئيسنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، وصل لهم وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. العلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر، والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلي سواد الظلمة القمر. أيها الإخوة الكرام، إن أردت جليساً لا يمل فعليك بالقرآن، فهو خير جليس، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهباً متفضلاً. وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. استمعنا وإياكم إلى هذه الكلمة الطيبة المباركة من فضيلة شيخنا فضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة السابق، وفضيلة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهما عنا خير الجزاء وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.